الكلمة اللي بتوجهها كلمة نصيحة وكلمة شكر على أي عمل تكون به. بدون البيت بدون مرأة أو الرجل بدون مرأة بلاش من حياته، لا هي جزء من حياته الإنسان. كل عام وكل مرأة عمانية بخير وصحة وسلامة. طبعا بالنسبة لي يوم المرأة العمانية مش فقط يوم في السنة، يوم المرأة كل يوم إن شاء الله. أحب أستغل الفرصة وأشكر والدتي من أعماق قلبي، وأيضا أخواتي اللي هم ضحوا الكثير وتعبوا عشاني، وأنا اليوم طبعا المكان اللي واقف فيه أنا دائما أرجع وأقول السبب الرئيسي فيه أخواتي ووالدتي وكثير من النساء في حياتي طبعا. وكل الشكر وكل الأمنيات والتوفيق دائما وأبدا للمرأة العمانية. في يوم 17 أكتوبر نهني المرأة العمانية في يومها ويومنا إحنا. حقيقة أنا فخور جدا بالمرأة العمانية من يوم ما وصلت إلى أرض السلطنة، ولم أجد المرأة العمانية جزء من منظومة الدولة، ولكن اكتشفت أنها هي الجزء الأكبر من منظومة الدولة في السلطنة هنا. أشكر المرأة العمانية، ضابط الشرطة، المرأة العمانية، الطبيب والمعلمة، والمرأة العمانية في كل مكان. نهني المرأة العمانية باليوم ده.